ولما بنقول انه في راعي رسمي للنادي الاهلي او في تدفق للرعاه على النادي الاهلي او في حرص كبير جدا من الرعاه على الارتباط بالنادي الاهلي، هنا تبرز قيمه الاهلي وشعبيه الاهلي وجماهير الاهلي وبطولات الاهلي ونجاحات الاهلي. فكره الرعايه يا جماعه مساله اصبحت يعني شديده الاهميه للرياضه عامه. لو مفيش رعايه مفيش تطور، مفيش تطوير، مفيش تحقيق لطموحات، مفيش تحقيق لقدره، مفيش توفير لامكانات النادي اللي بيبني فريق واللي بيجلب لاعبين واللي بيطور افكاره واللي بينشئ مقراته واللي بيسعد جماهيره، كل ده لا يتحقق الا بفضل القدره الاقتصاديه. والقدره الاقتصاديه هنا لا تتحقق للانديه خاصه في ظل نادي عملاق بقيمه النادي الاهلي بدون ما يكون عنده اعتماد حقيقي على موارده الذاتيه. النادي الاهلي اللي بيرفع عن كاهل دولته كل الاعباء منذ سنوات بعيده بيقدر يحقق طموحاته وبيقدر يلتزم باسعاد جماهيره وبيقدر كمان يتوسع في منشاته. هذا المؤتمر اليوم اللي بنحتفل مع حضراتكم بنقل وقائعه مع شركة اتصالات مصر كراعي رئيسي للنادي جاي في توقيت النادي الاهلي كمان بيتأهب لافتتاح مقر جديد في التجمع الخامس، المقر الرابع ليه. ولما تشوفوا انه النادي الاهلي مستمر في حركة التطوير والانشاء والتعمير والانماء في كل مقراته جنبا الى جنب مع الوفاء بكل التزاماته وتعهداته تجاه جماهيره في كل البطولات في كل الرياضات اللي الاهلي بيمارسها، عنده هذا الالتزام على انه يفضل دائما النادي الاول، النادي البطل، النادي اللي قادر يسعد جماهيره. كل هذه الامور مش ممكن تتحقق بدون رعايه. ولما بقول رعايه بقول انه قيم سوقيه حقيقيه بتتعاظم للنادي الاهلي بفضل حضراتكم، بفضل شعبيه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وارتباط جماهير النادي الاهلي به دايما، لانه المساله تتعلق بالقيمه السوقيه للنادي اللي على مستوى العالم كلها بتقاس بحجم الشعبيه وحجم الجماهيريه وحجم التاثير.